سجل الخماسية، لكن هذه هي كرة القدم، فوز وخسارة صافرة البداية. بسم الله وعلى بركة الله، يوسف نصار يعلنها بإشارة من مراقب المباراة الزميل محمد العدواني. طاقم تحكيمي يوسف نصار عباس غلو، يعني حاول من البداية الطرفين على أن يخطف أي فريق بيخطف له هدف بيريح نفسه بالتأكيد في كلاسيكو الكرة الكويتية اليوم، وفي يعني خلاص يعني نتكلم عن الأسبوع السادس عشر الآن، باقي عندك السابع عشر والثامن عشر، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. يعني خلاص حتى مباريات كأس سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ممكن تتأجل لشهر تسعة، وهنا عيد في أول كرة وفي أول تسديدة وفي أول أربع دقائق يشعلها عيد الرشيدي، يعيد مبكرا لنفسه بهدف في مرمى نادي الكويت، في مرمى نادي الكويت، وكرة قوية بشماله، كرة قوية بشماله في أول أربع دقائق راح تشتعل المباراة، راح تشتعل أكثر. القادسية شوف التمريرة عودي وعامر هناك، وشوف يا سلام يا سلام يا سلام عليه، يا سلام على هالشاب الحلو الحقيقة القادم لنادي القادسية ومنتخبنا الوطني، ويجرب نفسه كرة قوية صعبة على من الجهة اليسرى الحقيقة بامتياز بامتياز، والخاصة من المحترفين المميزين خالد الرشيدي. خالد الرشيدي واحد يقول لك الكويت ابتعد، خلاص هو نفسيا يعني تأثر انه يبتعد بالثلاث يعني 28 نقطة. هذا عيد وشوف التمرير ولكن مقطوع، اوه برافو. دقيقة 35 دقيقة 35 ركنية اللعب على الارض، فوت وايضا تنشال من امام فهد حمود. سوكو كان يلعبها بالراس، اوه علي حسين يخطئ وعيد عيد عيد للثاني، عيد للثاني الركنية لنادي الكويت. شوف تقول طويلة من فهد الأنصاري على طول، وكان كل متقدم للركنية، هنا سيسوكو أخطأ وهنا أيضا علي حسين أخطأ، واللاعب الخطير عيد الرشيدي يا سلام يا سلام يضعها بزاوية صعبة، والغادسية إلى الهدف الثاني، الغادسية إلى الهدف الثاني، ويقول للعرب انتظروني أنتوا سجلتوا هدفين على الفحيل، حسب ما عرفنا وسمعنا احنا بنسجل تالية. كان هو البطل والمنافسة دائما بين الكويت والقادسية في آخر تقريبا نقول 15 سنة أو 14 سنة ماضية. طوعة حلوة ملعوبة على اليمين وممكن يحصلها، والعرضية وين؟ ماط خالد إبراهيم الأنصاري، إبراهيم ظفيري وين؟ سهلة لحميد القلاف، سهلة لحميد القلاف. في المباراة 125 للفريقين الكويت والقادسية في الدوري، هذه العرضية ومرت بنيران صديقة، ممكن كرة مرفوعة من سامي الصانع، من سامي الصانع من الجهة اليمنى، الكويت يسجل يسجل في الدقيقة 22 في الدقيقة 22، والإعادة فيها الإفادة وأكثر إفادة بالتأكيد لمن لعبت من سامي الصانع. شاري راح يلعب على الجهة اليسرى بالتأكيد كظهير أيسر، ويوسف ناصر قلب هجوم، هداف الدوري 11 هدف، يأتي بعده عدي الدباق بعشرة أهداف أقل. بيلعب الركنية 39 دقيقة، وهذه عالية من طلال الفاضل، أوه الرشيدي خالد الرشيدي، سلامات 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 مع فهد حمود، بالسلامة بالسلامة، تدخل الاثنين سلامات إن شاء الله، ما كان قصد قاصدين بعضهم طبعا في الكرة العالية، إن شاء الله تكون يا رب سلام
إصابة سليمة. شوف طلال الفاضل وشوف الرشيدي لما طلع مع فهد حمود وسقوطهم على الأرض الاثنين. سلامات سلامات إن شاء الله. شوف هي طالت على الرشيدي لأن فهد حمود لكن حاول يقطعها. شايف رأس أول فهد حمود بعدين الرشيدي سقوطهم على الأرض. إن شاء الله هل يرفع رصيده للهدف رقم 12 والرابع له من ركلة جزاء أم يكون كلام آخر لخالد الرشيدي؟ يوسف ناصر، خالد الرشيدي، يوسف ناصر لعبها. خيطان 4-1 على النصر، أيضا مفاجآت. خيطان 4-1 على النصر والقادسية 2-1 على الكويت والعربي حتى اللحظة أيضا 5-1 على الفحيل. كاظمة شباب 1-1 سيف. خلاص 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 انهاها بدر مطوع. خلاص انهاها بدر مطوع بهدف ثالث وسيف الحشان يسلم كرة شرعية حلوة 3-1. خلاص خلاص ومثل ما تكلمت بدر المطوع يكبر بالعمر لكنه يزيد في التعلق. هذا اللقدر 1-1 العربي 5-1 على الفيحيل. السالمية 5-3 على الساحل. خيطان على النصر 4-1. القادسية على الكويت 3-1. ختمها بدر المطوع بهدف ثالث وأنهى الأمور تماما. إذن القادسية إلى النقطة رقم 35 والعربي إلى النقطة 40 هذه في المقدمة ولا يزال